وهو المستحق للألوهية، وهي معناها الإله، أصله الإله وهو المستحق لأن يعبد وحده، فهو الإله الحق الذي لا تصرف العبادة إلا له. قال تعالى: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب، الله أصلها الإله، هذا مهم، هذا البحث مهم. لماذا؟ لأن الله جل وعلا يقول في كتابه: وهو الله في السماوات وفي الأرض. فقال أهل البدع: هذا دليل أن الله عز في كل مكان. الله يقول جل وعلا في سورة الأنعام في أولها: وهو الله في السماوات وفي الأرض. فرد أهل السنة عليه فقالوا: وهو الله، يعني هو المعبود، في السماوات وفي الأرض، يعني يعبده أهل السماوات ويعبده الأرض. هذا كقوله جل وعلا: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. إذن الله معناه الإله المعبود المستحق للعبادة، وعليه قول الله جل وعلا: وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الله المعبود، وهو الله الإله المستحق للعبادة في السماوات وفي الأرض. مع أن الآية يمكن قراءتها بطريقة أخرى: وهو الله في السماوات وفي الأرض يعلم سركم وجهركم ويعلم ما تكسبون، أو وهو الله في السماوات وفي الأرض، يعني وهو الله المعبود في السماوات والمعبود في الأرض، كقول تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واضح؟ طيب، هنا أذكر يعني في بعض كررت كثير في دروسي أن الله أصله الإله، صح؟ مثل ما ذكر الشيخ الآن، وهذا مشهور جدا في لغة العرب. فأذكر اتصل علي واحد من فرنسا، كأن لهجته جزائري أو مغربي، المسلمين المولدين هناك أو شيء، أو أرسل رسالة صوتية، قال: إما أن تأتي بالدليل أن الله أصله الإله، أو أنت كاذب تكذب على الله، وسوالي محاضرة طويلة. عرفت أنه جاهل. إيش تبي دليل؟ يعني تبي يقول لك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ها، الله أصله الإله؟ هذا مشهور ومعروف كلام العرب، تداول الكلمة كثيرا. فالأسهل أن يقال الله ولا الإله؟ الله أسهل. حتى بعض الناس يسمي ابنه عبد الإله، أيهما أسهل؟ عبد الله أسهل ولا عبد الله أسهل من عبد الإله؟ فالله جل وعلا هي الإله. وننتبه لهذه الآية التي سمعت بنفسي من يستدل بها أن الله في كل مكان: وهو الله في السماوات وفي الأرض. ربنا يقول: وهو الله في السماوات وفي الأرض. يقول إيه؟ وهو الله، يعني وهو المعبود في السماوات وفي الأرض، كقوله تعالى: وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله. واضح؟ فلذلك لا يسمى الله، هذا الاسم الله العلم، الله لا يسمى به أحد إلا هو سبحانه وتعالى. واضح؟